بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. أقدم لكم هذا اليوم المحاضرة رقم 16 من السلسلة المصورة لمادة Structures and Discrete Mathematics، الهياكل والرياضيات المتقطعة، والتي إن شاء الله سأستكمل فيها حل العديد من الأمثلة على موضوع البروبابيليتي. وهذا هو الجزء الخامس من هذا الموضوع، متمنيا لكم كل التوفيق وراجيا المتابعة والاهتمام. وإذا كان هناك لديك أي سؤال فأنا مستعد أن أجيب على أي استفسار بما يخص هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة. والآن ننتقل إلى الإكزامبل التالي. طبعا هذا هو الرولز سمري التي اعتدنا أن نعرضه في بداية كل محاضرة لها علاقة في البروبابيليتيز، وهم 7 قوانين درسناهم سابقا بتفاصيلهم. على الطالب أن يكون قادر على تحديد القانون المناسب للمسألة المناسبة. لاحظ ملاحظة هنا، إذا كان الـ two events إذا كانوا disjoint events اللي هم اللي سميناهم mutually exclusive، الـ intersection بتاعهم بده يكون zero. أما إذا كانوا joint events الـ intersection بتاعهم بده يكون أحد هذين القانونين. إذا كانوا independent فهو بالقانون الخامس، وإذا كانوا dependent فهو بالقانون السادس. وطبعا القانون السابع اللي هو خاص في الـ conditional events، واللي تم استخلاصه من القانون رقم 6. الآن سأنتقل إلى الـ example رقم 10. يقول الـ example determine whether E and F، في عندي event اسمه E أو event اسمه F. بقول لي الآن طبعا في عندي 3 أسئلة هون، شوف مين فيهم الـ E والـ F mutually exclusive، يعني مين فيهم يكونوا disjoint ومين بده يكون فيهم independent. هلا كما ذكرنا في السلايد السابق، خلينا نبدأ الآن بفرع A اللي هو الـ mutually exclusive اللي هم الـ disjoint. حتى يكونوا disjoint أو mutually exclusive لازم الـ intersection الـ probability للـ intersection between the two events equal zero. فالآن معطيني في السؤال الأول إنه الـ probability E intersection F يساوي 0.2، وفي السؤال الثاني الـ intersection الـ probability للـ intersection 0.3، وفي السؤال الثالث الـ probability للـ intersection يساوي zero. بعيد مرة ثانية، إذا كان الـ intersection أو الـ probability للـ intersection يساوي 0، معناها there are no common elements between E and F، معناها هاي هي بتكون الـ disjoint. أما إذا كان لا يساوي 0 زي السؤال الأول والثاني، فهم الآن هذول بنسميهم joint وليسوا disjoint. فالآن حتى نجيب على السؤال نقول ما يلي: disjoint هنا no، وهنا نو no، وهنا يس. بعيد مرة ثانية، ليش قلنا يس هنا؟ لأنه الانترسكشن كان زيرو. أما إذا كان الانترسكشن لا يساوي زيرو فبكونهم ليسوا disjoint وليسوا mutually exclusive. إذا أعزائي الطلبة، هذا السؤال طبعا مهم، يعني دائما نحن بنجيبه في الامتحانات. هلا الملخص للديسجوينت اللي ذكرناه قبل شوي، فبنقول الآن إف تعمل تشيك على البروبابيلتي الإيفنت الأول، مثلا عندي هنا اسمه إي، أند إف
إذا كان يساوي زيرو then E and F are disjoint. أو بنسميهم mutually exclusive. الآن F لبروبيتي للإي intersection F كان لا يساوي زيرو then E and F are not disjoint. أو منقول R not disjoint يعني معناها R joint. وهيك عبينا العمود الأول. هلا موضوع الـ independent كيف بدي أعرف إنهم الـ two events independent أو لا؟ خلني أرجع للقوانين السابقة. لاحظ الآن هذا خمسة اللي هو بيحكي عن الـ independent. الـ independent في شرط إنه probability of A intersection B يساوي probability of A ضرب probability of B. يعني إذا كان الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن بس اضربهم معناها الـ two events are independent. خلنا نشوف الآن هون بنعبي الآن independent yes or no حتى نحل فرع B. بنأخذ أول واحد القانون يقول ما يلي بالنسبة لأول سؤال. بدي أحل أول سؤال بعدين خلاص أنت بتحل البقيات. probability of E intersection F هذا قانون independent لازم يساوي probability of E ضرب probability of F. الآن خلنا نعوض هنا من القيم. إذا طلع معنا الطرف الأيسر والطرف الأيمن زي بعض بكون الـ two events are independent. لاحظ الآن هنا حاط لي في السؤال الأول الـ probability of E intersection F 0.2 إذن هاي قيمتها 0.2. الآن هل هذا يساوي probability of E 0.5 ضرب probability of F 0.4. طبعا أضرب هاي في هاي بطلع معك الجواب 0.2. فلاحظ 0.2 هون وهون 0.2 يعني طلع نفس الجواب معناها يس. لكن خلينا ناخذ الفرع الثاني 0.5 ضرب 0.7 بيطلع 0.35. هنا شو حاطي 0.3 معناها الطرف الأيسر لا يساوي الطرف الأيمن فمعناها هذول الـ two events not independent. إذا هو no. وهون برضو نفس الـ القصة 0.1 ضرب 0.3 وهون عندي 0 إذا الجواب no. هيك الآن قدرنا نميز الـ events هل هم disjoint أو هل هم independent. الآن برضو الآن اكزامبل رقم 11 من الأمثلة التقليدية المباشرة هو الآن معطيني في السؤال يقول لي ما يلي let E and F are two mutually exclusive. يعني الآن هاي معطيني العبارة انهم E و F disjoint ومعطيني probability of E 0.1 ومعطيني الآن probability of F 0.6. أول مطلوب probability of E intersection F
مباشرة جواب زيرو. لماذا زيرو؟ لأنه حكي لي بالسؤال إنهم إي وإف ميوتشال إكسكلوزيف، معناها هم الآن ديسجوينت. هلا بالنسبة الآن في السؤال الثاني، طالب مني بروبابيلتي إي، بروبابيلتي أوف إي يونيون إف. بالقانون، فالآن بالنسبة للسؤال الثاني على القانون، بروبابيلتي أوف إي يونيون إف، القانون بتاع اليونيون يساوي probability of E زائد probability of F. أنا بدي أكتب القانون كامل، probability of E intersection F. طبعا أنا حاط لك بالقانون، إذا بترجع للقوانين راح تجد إنه هاي قيمتها هاي بي اوف اي زائد بي اوف اف لانهم ديسجوينت، بس خلينا نخليها كما هي. probability of e 0.1، probability of f 0.6، طبعا هاي 0 لانهم ديسجوينت، ويساوي 0.7. اذا جواب هذه 0.7. الان بدنا نحل الفرع الثالث، خلني امسح اللي عملناه هذا كامل. الان الفرع الثالث بدي احله هون، probability of e برايم او complement. طبعا ممكن تكتب البرايم بشكل كوتيشن، سنجل كوتيشن، او بتحط خط فوق الايفنت، نفس الكلام. هاي لها قانون يساوي 1 ناقص probability of e، ويساوي 1 probability of e 0.1، اذا يساوي 0.9، اذا هنا يساوي 0.9. الآن بننتقل للجزء الرابع من السؤال. هاي الأسئلة اللي هي الأسئلة المباشرة وسهلة، هاي كثير بنجيب منها في الامتحانات. الآن الفرع الرابع، probability of E prime أو complement intersection probability، آسف، probability of E prime intersection F prime، رقم 4. هلا كيف بنطلع هاي؟ هاي ملهاش قانون هون بالقوانين، probability of E prime درس طبعا، تطلع هاي لحال وهاي لحال وتعمل intersection. اما احنا الان بتذكروا في شابتر الستس المجموعات، حسب قانون دي مورجان، هاي نفسها هاي probability، هاي اصلا هي of E union اف الكل برايم. طبعا وهاي تساوي 1 ناقص probability of e union f. طبعا probability of e union f اللي طلعناها برقم 2، ويساوي الان 1 ناقص 0.7، ويساوي 0.3. إذن هذا حل السؤال رقم 4 اللي هو 0.3. الآن بالنسبة للفرع الأخير، هو فكرته نفس فكرة الرقم 4. خلنا الآن نمسح أمامكم عشان نحل الفرع الخامس والأخير، 5 probability of E prime union F prime. دائما المسائل اللي زي هاي بترجعها لأصلها حسب قوانين دي مورجان، هي probability of E probability of E intersection F الكل برايم أو complement. الآن بس شوف هيك عندك probability كله complement كامل زي هيك، هاي تساوي
واحد ناقص probability of E intersection F ويساوي واحد. طبعا هاي طلعناها رقم واحد اللي هي زيرو، بطلع الجواب الأخير واحد. إذا هنا يساوي واحد. هيك الآن نكون أنهينا من إكزامبل رقم 11. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى الإكزامبل رقم 12. يقول الإكزامبل ما يلي: assume the probability of getting a flu is 0.2، يعني احتمال أن تصاب بإنفلونزا لا سمح الله هو 0.2، و assume the probability of getting a fever is 0.3، واحتمال انه يصير معك حرارة او حمى 0.3. اذا هذا بالنسبة للانفلونزا 0.2 والحرارة 0.3. وبرضه معطيني معلومة ثالثة: assume the probability of having a high fever given the flu 0.9. هذا اللي هو بنسميه احنا الان الكونديشنال probability. الآن find the probability of getting a flu with fever، يعني شو احتمال أن تصاب أو يكون معك إنفلونزا. طبعا with معناها and، وأنا ال with بالنسبة لنا معناها and، يعني شو احتمال يكون شو ما احتمال أن تصاب بالفلو والفيفر، يكون عندك إنفلونزا وحرارة في نفس اللحظة. خلنا الآن نبدأ نلخص الشغل بتاعنا في السؤال عشان نبدأ نحل. الآن probability بيعطيني في السؤال probability of a flu، نكتبها FL، تساوي 0.2، ومعطيني برضو probability of a fever FE خلينا نسميها 0.3، وفي الثالثة the probability of having a fever، إذا FE fever given that، هاي إحنا بنسميها condition، شرط، بنحط عمود هيك given that هيك flu FL يساوي 9/10. الآن هو إيش طالب منا؟ طالب منا شو احتمال، طالب find بالسؤال probability of flu intersection fever، هذا المطلوب السؤال. فالآن بدنا قانون يربط الانترسكشن مع الكونديشن. هذا هو قانون رقم 7 الكونديشنال probability. فالآن لو أكتب هذا القانون اللي خاص بالconditional probability يكون كما يلي: الآن probability of FE اللي هي الفيفر given that FL flu يساوي قانون رقم 7 probability of FE intersection FL تقسيم probability of FL اللي هي الآن القيمة الأولى معطينيها بالسؤال هي 0.9 تساوي الانترسكشن مجهول اللي هو بده اياه. طبعا probability of flu intersection fever هي نفسها probability of fever intersection flu، فهاي لا زالت مجهولة بنطلعها. probability of flu اللي هي 0.2
الآن بالضرب التبادلي بيطلع معنا الآن probability of flow intersection probability intersection vivar يساوي 0.2 ضرب 0.9 ويساوي 0.18. إذن هذا هو الجواب. شوف، لاحظ عزيز الطالب أنه إحنا طلعنا الـ intersection من خلال قانون الـ conditional. إذا الآن ظلك حافظ القيمة هاي، لأنه إحنا الآن هاي الآن بدنا إياها في الـ example القادم. إذا probability للـ intersection between the flu and the fever هو 0.18. طبعا هاي حكينا probability of flu intersection fever هي نفسها probability of fever intersection flu. خلينا ننتقل للسؤال رقم او اكزامبل رقم 13. طبعا اعطاني كل المعلومات اللي اخذناها قبل شوي، وبسألني هل الفلو والفيفر اندبندنت. هذا وحلينا سؤال زي هيك، كيف بدي اعرف انه اندبندنت او مش اندبندنت. حكينا حتى بدنا نعرف اندبندنت لازم يكون probability of flu intersection الفيفر يساوي probability of FL ضرب probability of FE. إذا طلع الطرف الأيسر والطرف الأيمن نفس القيمة بكونوا إيش؟ independent. هلا احنا قبل قليل طلعنا هذا الجواب اللي هو كان 0.18. هل هذا يساوي probability of flu 0.2 ضرب probability of fever 0.3؟ طبعا الجواب هاي 0.6 وعندي هون 0.18، وهذول طبعا القيمتين غير متساويات. اذا نقول ما يلي حتى نجيب على السؤال: الفلو اند فيفر are independent. لأنه ملاحظ معي، آسف، أنا هون are not independent، لأنه حكينا إذا كانوا متساويين بكونوا independent، بس الآن هون طلع معي ليسوا متساويين، إذا are not independent، أو بنحكي are independent اللي هي عكس not independent. هيك الآن انتهينا من اكزامبل رقم 13. تنساش انه هاي نط. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى اكزامبل رقم 14، وهذا الاكزامبل اللي بيكون فيه تيبلز، وحلينا كثير اسئله على الاسئله اللي على الاحتمالات اللي بتكون الارقام فيها مبوبه ومجهزه داخل تيبل. لاحظ هون بالتيبل، مقسم التيبل افقيا، التيبل مقسم افقيا الى ميل وفيميل،
ومقسم عموديا الى توميتو يعني بندوره اونيون بصل والمشروم اللي هو الفطر مثلا. هون كانه بحكي لي عن البيتزا. ف the table shows the favorite pizza topping for a sample of students. يعني لان الطلاب شو بحبوا البيتزا تكون، هل هي بندوره او بصل او مشروم. فمثلا الان هنا ثمان طلاب من الذكور بحبوا البيتزا بالتوميتو، اما طالبات ثنتين فيميل بحبوا البيتزا بالتوميتو، وهكذا هذا التيبل. وطبعا مجموعهم 24 طالب. خلينا نقرا. طبعا هذا ممكن اكتب عليه 30 سؤال هذا، لانه كثير ارقام فيه. فاحنا الان بدنا ناخذ فقط سؤال واحد فيه. Find the probability that a student is male given that. لاحظ ملاحظة عزيزي الطالب، عندما ترى given that معناها الآن conditional probability. هاي ال given that اللي بنحط محلها إشارة العمود هذا probability، وفي شيء قبلها وفي شيء بعدها. فالآن هو طالب مني probability، قلنا ال given that هاي اللي بنحطها بالنص هون، وبده يكون في شيء قبلها وشيء بعدها. خلينا الآن نشوف شو العبارة اللي أجت قبل ال given that male. خلينا نحط هون أم، يعني معناها male. given that prefer onion أو طبعا بالقانون هاي تساوي probability of M intersection O على probability O بكل سهولة. طبعا probability of male intersection onion بدك تروح على السطر او الرو اللي فيه الميل، وبدك تروح على العمود اللي فيه الاونيون، والرقم المشترك بينهم هو الانترسكشن. هاي الميل هاي الاونيون، اذا هذا هو 5. بس لانه احتمالات probability 5 من قديش؟ من التوتال، من 24 من هذا. الان probability of O اللي هي الاونيون، يعني بدك تاخذ العمود هذا كامل وتشوف المجموع كامل، الارقام هاي اللي بداخل كلها انترسكشن هاي بين كذا وكذا. اما الان بس بده اونيون معناها 9 من 24. طبعا هذا 10 اللي هي البروبابيلتي التوميتو، الخمسه بروبابيلتي للمشروم، ال15 بروبابيلتي للميل، التسعه بروبابيلتي للفيميل. لكن الاثنين هاي اللي هون، هاي الاثنين هي بروبابيلتي للميل اند توميتو، انها واقعه في صف الفيميل وعمود التوميتو. خلينا ناخذ الاثنين هاي مثلا، هاي الاثنين هاي probability of male and mushroom. طبعا هاي الحل بتقسم بيطلع معك الجواب 0.556، وهاي الحل قدامك مطبوع طباعة. 5 على 24 تقسيم 9 على 24 بتروح ل 24 على 24 بتصير 5، بيطلع 0.556. هكذا سؤال بكل سهولة، فقط انك انت اقرأ السؤال وشوف هل هو or، هل هو and، هل هو given that، وبطلع معنا الجواب. نبدأ بنكمل رقم 15. نفس السؤال، نفس الداتا، نفس كذا، بس خلينا نشوف الآن شو المطلوب بالسؤال. Find the probability the student is female or، الآن حاط لي هون or prefer prefers mushroom. الor اللي هي اليونيون. إذا الآن طالب مني بالسؤال بنطلع probability. الآن ما قبل الأور إيش هي؟ فيميل أور مشروم.
الا بالقانون اللي بتعرفوه انتو، قانون اليونيون، بروبرتي اوف اف زائد بروبرتي اوف مشروم ناقص بروبرتي اوف اف اند مشروم، ويساوي بروبرتي اوف اف في ميل، يعني اللي هو الرقم هذا 9/24 زائد بروبرتي اوف مشروم اللي هو هذا الرقم التوتال يعني النهائي 5/24 ناقص. الآن هنا بروبرتي اوف فيميل انترسكشن مشروم، بدنا نبحث هون الآن، هاي فيميل انترسكشن مشروم اللي هو هذه القيمة 3 ناقص 3/24 9 زائد 5 14 14 ناقص 3 11/24، وهاي الحل الآن أمامك كامل بيطلع 0.458. شوف الآن الطالب كل محل أسئلة أكثر بتصير الأمور عنده جدا سهلة، ما فيش بيها مشكلة. هلا في الامتحان إن شاء الله القادم راح يكون في عندنا سؤال زي هيك، مثلا في تيبل ونطلب منك من التيبل تطلع أرقام. بدي أنبه هلا من الآن، الجواب النهائي اللي بدك تطلعه بده يكون هكذا كما هو هون، رقم بعد الفاصلة 3 خانات عشرية فقط، لأنه الامتحان القادم اللي راح أعمله راح أخلي الجهاز هو يصلح الامتحان، فمعناها لازم الطالب يجيب بدقة. فحتى أجاوب هذا السؤال بقول 0.458، وفي عندي هون تقريب، يعني إذا كان في عندي أرقام هون إذا كان أكبر من 5 بدي أضيف 1، اللي هم عملية الراوندنج أو عملية التقريب. الآن ننتقل إلى إكزامبل آخر. الآن سؤال رقم 16 أو إكزامبل رقم 16، وقد يكون هو السؤال الأخير. يقول السؤال ما يلي، الآن بدنا نرجع لموضوع الكاونتنج اللي درسناه سابقا، Your University Identification Number، بقول لك الرقم الجامعي تاعك. طبعا هون ما بحكي عن الرقم الجامعي في البلقاء، وإنما بشكل عام. Your University Identification Number consists of 8 digits، يعني الرقم الجامعي الآن هو مكون من 8 خانات. Each digit can be from 0 to 9. What is the probability of getting your university identification number when randomly generated 8 digits؟ يعني الآن بس هاي عندي الأرقام الجامعية مؤلفة من 8 خانات، وكل خانة فيها من 0 ل 9، ما هو احتمال ظهور الرقم الخاص فيك؟ طبعا الطالب أكيد راح يكون له رقم واحد ما فيش غيره يعني. فبالآن بدنا نشوف الآن كم رقم ممكن بنقدر إحنا نشك من هون. تعودنا سابقا هاي أول خانة طبعا فيها من 0 ل 9، طبعا آند أكيد الخانة الثانية من 0 ل 9، هذا هو البرودكت رول، آند من 0 ل 9، and من 0 ل 9، هاي صرنا عاملين 4، and من 0 ل 9 هاي 5، and من 0 ل 9، 1 2 3 4 5 6، and من 0 ل 9، وآخر شيء and من 0 إلى 9. طبعا هنا في عندي 10 أرقام ضرب، لأن الآن بصير ضرب اللي هو البرودكت رول،
ضرب 10 ضرب 10 وهكذا. ضرب 10 ضرب 10 يعني ما يساوي هذا 10 أس 8. هاي الآن التوتال نمبر اوف ايدنتيفيكيشن نمبر، يعني الآن كم رقم جامعي راح يكون عندي موجود؟ راح يكون 10 10 قوة 8 اللي هي 100 مليون رقم. هسه احتمال الاي دي تاعك، البروبابيلتي اوف يور اي دي، يساوي طبعا انت فقط لك رقم واحد من قديش؟ طبعا من 10 قوة 8، يعني واحد على 100 مليون. هاي طبعا لو قسمتها على الآلة الحاسبة بيطلع معك الجواب. طبعا هاي لن تقرب لثلاث منازل، 1 في 10 أس سالب 8 بيطلع معنا على الآلة الحاسبة، وبكون هيك هو البروبابيلتي. ما تنساش إنه دائما البروبابيلتي هو عبارة عن بسط ومقام، يعني شيء تقسيم شيء. أعزائي الطلبة، إلى هنا أنهي هذه المحاضرة وأنهي هذا الشابتر اللي هو البروبابيلتي. يعني يكفي ما أخذناه على هذا الموضوع، لأنه ظل في مواضيع لازم أنتقل لها وأتطرق لها. وهاي الآن تقريبا حلينا 16 سؤال، مع بلوز في أسئلة حليناها برضو في المقدمة، بلوز أصبح في عندك ما يقارب 20 سؤال على البروبابيلتي. أتمنى أن تقوم بفهم جميع هذه الأسئلة وتقوم بحلها. وطبعا أسئلة الامتحان على البروبابيلتي والكاونتينج راح تكون تقريبا بنفس أفكار الأشياء اللي مشروحة في المحاضرات. فإلى هنا عزيز الطالب، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا كان لديك أي سؤال وأي استفسار فعلى الرحب والسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.